السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أعلم، الجميع يسمعني؟ أهلا وسهلا بكم عائلتي الكريمة، عائلة 10 مينتس. طبعا من لا يعرفني، معكم يوسف الحوراني صاحب قناة 10 مينتس. واليوم إن شاء الله إخواني الأفاضل إحنا في لايف مهم جدا جدا جدا، وهو ضروري من أجل اللي هو استقرار السلام داخل أنفسنا وزرع السلام الداخلي في النفس. وجدت أنه هذا الموضوع أهميته تكمن في شوية جماعة، أنه كثير من الأشخاص يعني بيراسلني وبيحكي لي أنا قلق، أنا متوتر، أنا حزين، أنا دائما في أفكار، أنا في وسواس معين، إلى آخره. يعني كثير من الأفكار السلبية والحزن والقلق طبعا تسيطر على هؤلاء عقول الأشخاص هؤلاء إخواني الأفاضل، وبالتالي يعني هم بيحتاجوا فعلا إلى أنه بعض النصائح والإرشادات اللي إحنا يعني من خلال هذا اللايف إن شاء الله حنوعي هؤلاء الناس بإذن الله تعالى، ويستفيدوا يا جماعة من هذا اللايف. عشان هيك انا طبعا بطلب منكم دائما دائما بتشوف فيديوهاتي، يعني حاولوا تعملوا اشتراك في القناة، مشاركة لللايفات والحلقات، اشتركوا ايضا في القناة واضغطوا على زر الجرس، لانه احنا دائما في قناة 10 مينتس يعني بنرفع الحلقات والكورسات المجانية واللايفات المباشر اللي هي بتفيدنا في تطوير ذواتنا وتطوير انفسنا. وخلينا يا اخوان الافاضل يعني نبدأ. اعذرونا بنشرب قهوة عشان نصحصح بس، لأنه هذا بعد العمل هذا اللايف إخواني الأفاضل. طيب خليني أتكلم عن مفهوم السلام الداخلي. مفهوم السلام الداخلي يعني هو ببساطة، يعني كثير من الناس اجتهدوا وعقدوا هذا الموضوع شوية إخواني الأفاضل، لكن إحنا بنحكي ببساطة هو يعني إنه زرع السلام والطمأنينة والسكينة في قلبك أو من الداخل. يعني قديش انت بتكون في حالة ذهنية من السكينة والطمأنينة والسكينة داخل نفسك في قلبك، انت بتشعر بهذا الاحساس اخواني الافاضل، انت بتكون يعني في حالة سلام داخلي. وهناك ايضا من نسب السلام، ممكن السلام الداخلي يكون في قلبك في عقلك وات ايفر اخواني الافاضل، لكن احنا بنحكي لازم يكون عندك سلام، سواء عقلي، سلام جسدي، سلام يعني في داخل القلب. هذا كله معناه انه يكون عندك يعني دائما طمأنينة واستقرار ونفس مطمئنة وسكينة مزروعة داخل قلبك وعقلك يعني وداخل جسمك. طيب خلينا اخواني الافاضل يعني هيك عرفنا احنا للي ما شاهد، عرفنا اللي هو حالة السلام الداخلي هي حالة ذهنية انت بتسعى جاهدا الى ايجادها من خلال توفير عوامل الطمأنينة والسكينة في عقلك او في حتى داخلك في قلبك اخواني الافاضل. طبعا الله عز وجل يقول في كتابه العزيز انه الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، وأيضا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. يعني هذه إخواني الأفاضل أول مصدر أنت ممكن تاخذ منه السكينة والطمأنينة هو ذكر الله عز وجل، القرآن، الصلاة، الشعائر الدينية اللي أنت بتمارسها، هذه كل أخي الفاضل أيضا تبث فيك اللي هي الروحانية والسكينة والطمأنينة، وبتخليك أنه أنت في غاية الجمال والروعة. ليش؟ لأنه دائما يعني قراءة القرآن، الأذكار، الصلاة تجعلك في حالة روحانية وذهنية رائعة من السكينة والطمأنينة. وهذا أول شيء، أول طريقة ممكن إحنا إخواننا الأفاضل نتبعها إنه نوفر حالة سكينة لإلنا. طيب شو الطريقة الثانية؟ أظن إخواني الأفاضل هناك كثير من الأفكار السلبية اللي هي تزرع في عقولنا، وهذه الأفكار السلبية للأسف هي يعني بتضل تعجن فينا، بتضل تخربط فينا، بتاخدك إلى وساوس، إلى قلق، إلى حزن، إلى توتر. أفكار سلبية سواء إخواني الأفاضل من الميديمز المختلفة، سواء من عملك، من مشرفك، من مديرك، من الأهل، من الأسرة، من البيت، من المجتمع المحيط، أصدقائك، وات إيفر الميديمز اللي أنت بتاخد منها، بتستمد من الأفكار السلبية وأفكار القلق وأفكار الوسواس، هذه أخي الفاضل دائما بتخليك في حالة يعني لا يوجد لديك سلام داخلي سواء في عقلك أو في قلبك. عشان هيك لازم نحكي لك أنه تتخلص من كل الوسائل والطرق
او الوسيط المجتمع اللي حواليك اللي بيبث فيك الافكار المسمومه والسلبيه، واللي هذا ايضا تجعلك في حاله من اللي هو القلق والحزن والتوتر، واللي تنزع منك السلام الداخلي. للاسف اخوان الافاضل، يعني كثير والله من الاصدقاء والزملاء والاخوه اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا يعني بيحكي لك انا عايش في قلق ليل نهار، انا عايش في قلق لي 40 سنه، لي 30 سنه عايش في قلق. للأسف يعني هؤلاء الناس يعني كثير أنت بتشفق عليهم. ليش؟ لأنه ضيع طاقته وذهنه كله في هذه الأفكار السلبية والوسواس والحزن والقلق من غير داعي. طيب خلينا نتكلم عن التقنية ثالثة أخوان الأفاضل، أنه أنت تمارس التنفس العميق. دائما أخي الفاضل يعني مارس التنفس العميق، يعني خد شهيق، طبعا 3 مرات شهيق مع زفير عادي كما انت بتتنفس بشكل طبيعي، بعدك 3 دورات طبعا شهيق اطول مع زفير اطول، ثم 3 مرات شهيق اطول مع زفير اطول ايضا. طبعا احبس هذا النفس 10 ثواني، طبعا 10 دورات اخوة الفضل، حافظ على انه تعمل التنفس العميق 10 دورات، وتخليها ايضا هذه التقنية في مكان مفتوح، يعني في حديقة، في بحر، في مكان بري، وات ايفر المكان توفر عندك، لكن لازم يكون عندك اكسجين نقي، هواء متجدد اللي انت تاخذ الاكسجين الرائع. طبعا هذه التقنية اخوان الفضل بتساعد على الاسترخاء، وانه انت دائما مع هذه التقنية تمارس موضوع التأمل. طبعا موضوع التأمل شيء تاني عن التنفس العميق، يعني التنفس العميق بيساعدك على الاسترخاء وانه تنشط دورتك الدموية وتصفي ذهنك طبعا وجسمك من الأفكار والأشياء اللي ممكن تبث فيك القلق والحزن والوسواس. وأخ الفاضل أيضا حاول انه انت دائما تتخيل مع لما انت تاخذ النفس العميق، تمام، تخيل انه انت بتاخذ معاني السعادة والأمل والتفاؤل والشعور الجيد والسعيد في داخل جسمك وعقلك، وانه في لما تطلق الزفير ايضا تخيل انه انت طبعا تطرد كل الوساوس والافكار السلبيه والحزن والقلق والتوتر اللي بيصيبك ايضا في عقلك في جسمك مع هذا الزفير الطويل. بتلاقي الامور تحسنت ان شاء الله تعالى بعد هذه العمليه. طبعا اللي عنده سؤال اخواني الافاضل يسال، احنا ممكن نجاوب على هذا على الاسئله. ايضا اخواني الافاضل المديتيشن، موضوع التامل مهم جدا، انه انت دائما اخوان الافاضل تتخيل دائما اهدافك، تتخيل نفسك في احسن احوالها، دائما انه انت يعني تجلس جلسات الصمت، يعني حاول انه انت جلسات الصمت، طبعا هذه لا يمارسها الا الناس العظماء اخوان الافاضل. جلسة الصمت يعني لازم تكون من 10 دقائق لربع ساعة اخي الفاضل يوميا. يعني احد الخبراء بتكلم عن انه لازم يكون لك جلسة صمت لمدة 10 دقائق او ربع ساعة يوميا. ليش اخوان الافاضل؟ لانه انت دائما يوميا تشحن نفسك سواء في العمل، في الأسرة، في مع الأصدقاء، مع الزملاء، بقصص متنوعة مختلفة. هذه بتشحنك يا أخي الفاضل بأفكار وضغط وسترس وتوتر وقلق وحزن وإلى ذلك. فبالتالي أنت محتاج هنا أخي الفاضل إنه أنت تفرغ هذا الكبت. فبالتالي يجب أن يكون يعني لديك ربع ساعة 10 دقائق تخصصها يوميا لممارسة الصمت. وهذا طبعا التقنية اخوان الافاضل بيحث عليها في نورمان فينيسيت بيل في كتابه وهو قوة التفكير الايجابي، عشان انت يعني تتخلص من هذه الوساوس وهذه الامور اللي بتربطك في عقلك. وهذه اخوان الافاضل يعني انا بصراحة انا جربت هذا الكلام، يعني قبل ما اني احكي هذا الكلام انا جربته للامانة. ممارسة الصمت شيء عظيم، شيء عظيم. مارس الصمت ولو لمدة، يا أخي ما بتقدر تمارس 10 دقائق ربع ساعة، مارسه 5 دقائق يعني على الأقل، يعني من أجل نفسك يعني، تمام، إنه أنت تساعدك على إنه تتخلص من المشاعر القلق التوتر الاكتئاب الحزن وإلى آخره، وتزرع فيك الأمل والتفاؤل والسلام الداخلي والرضا عن نفسك. هذه بتساعد بشكل كبير. طيب خلينا ايضا اخواننا الافاضل نحكي عن تقنية رابعة. لازم لكي يكون لديك سلام داخلي عن نفسك، لازم تتقبل ذاتك بكل مواصفاتها وخصائصها اخي الفاضل. تقبل ذاتك، تقبل شكلك، خصائصك، لونك، معيشتك، طريقة، يعني لازم انت تتقبل نفسك بكل خصائصها. تقبل ذاتك اخواننا الافاضل من اجمل ما يزرع ويولد ويبث فيك السلام الداخلي في نفسك وعقلك، انه انت انسان راضي عن نفسك، فبالتالي انت
ما بتفكر. كمان هذه يعني لها علاقة إخواننا الأفاضل بأنه تقارن نفسك مع الآخرين، مهم جدا أنه أيضا ترضى عن نفسك مع عدم المقارنة، لا تقارن نفسك مع الآخرين، لأنه أيضا هذه وسواس كبير وبيزرع فيك أيضا الحقد والعمى والكره. أهلا وسهلا يا سامو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نورتي، نورتي أيضا بوجودك معنا، دائما ما شاء الله عليك متابعة معنا. فبنحكي يا جماعة عن التقنيات احنا اللي بتولد فينا السلام الداخلي. يعني احنا وقفنا لحد لنقطة انه خطة، لازم يكون اخواننا الافاضل عندك خطة موضوعة. قبل الخطة اخت سامو، يعني انت نسيتينا النقطة هذه، انه دائما اخواننا الافاضل ما نقارن انفسنا مع الاخرين، دائما لازم انت قارن نفسك بنفسك، قارن نفسك بذاتك، انه انت اليوم موجود الليفل اللي انت موجود فيه او المستوى لازم تحسنه، تمام؟ فقارن نفسك بنفسك افضل حالا. ليش؟ لما تقارن نفسك مع الاخرين انه هذا عنده سياره كذا، هذا عنده منزل كذا، عنده شقه كذا، عنده مثلا درجه جامعيه كذا، عنده مثلا مواصفات كذا، فبالتالي اخي الكريم يعني لن تتخلص من اللي هو الحسد والحقد والكره، هذه كلها بتولد فيك مشاعر انه انت تزرع في نفسك الحقد والكره والعمى. حتى لو انت اخي الفاضل انه بتعرف انه انسان يغار منك او فلان يحسدك او فلان انه يعني دائما يكن لك العداء وين ما انت رحت، دائما هو ضدك، فاخي الكريم تناساه، تجاهله، يعني خير وسيله لانه انت تتخلص من الفكر والحقد والحسد، وحتى الناس اللي بيحطوا ضدك وانت عارف نفسك انه انت دائما في ارتقاء ودائما انت انسان ناجح وانسان يعني متمكن وواثق بنفسك، تجاهل هذا الشخص، يعني تجاهل حتى افعاله واقواله، يعني لا يعني لا تلقي له بالا نهائيا. هيك انت بتتخلص اخي الفاضل من موضوع الفكر السلبي والحسد والحقد والضغينه والتوتر والقلق، وهيك انت بتوفر لنفسك يعني عبء كبير، وهيك انت بتكون عندك سعاده ورضا داخلي. أكيد طبعا طبعا يا سامو، مهم جدا الرضا والقناعة، شيء مهم جدا لأنه إحنا نعيش بسلام داخلي. أيضا إخواني الأفاضل، إنه من الطرق المهمة جدا التقنيات إنه لازم أنت دائما يعني تتمشى أو يكون لك مكان هيك بري مفتوح، في غابة، في مكان حديقة، في بحر، دائما احرص على أنه أنت تتمشى يوميا 5 دقائق 10 دقائق في مكان مفتوح، في غابة، في مكان شيء جميل أنت بترتاح له. للأسف يعني أحد الكتاب بتكلم عن هذا الموضوع أنه إحنا في عصر الازدحام وعصر ثورة المعلومات والإنترنت وانتشار المعرفة، للأسف هذا يعني والسمارت فون طبعا والثورة التكنولوجية هذه يعني أجهلت الأشخاص أنهم دائما يعني يغيبون عن موضوع أنه يتمشى في غابة، يتمشى في حديقة، في بحر وإلى ذلك. يعني تجد اليوم الأشخاص يعني يجلسون الجلسة الواحدة للأسف يعني كل عينه على الجوال على السمارت فون، بيتفقد السوشيال ميديا واليوتيوب وإلى ذلك، بينسى نفسه، بينسى أنه يفرغ كبته، حزنه، قلقه، توتره، وبالتالي إخواننا الأفاضل هذا يعني بيشعره دائما أنه بيزيد من الضغط السلبي، من الضغط النفسي والتوتر لديه. ليش؟ لأنه يهمل نفسه. يعني تعال احكي له قديش قعدت على السوشيال ميديا، بحكي لك 5-4 ساعات معدل جلوسه، لكن تعال احكي له هل مارست الصمت اليوم، مارست المديتيشن، تنفس العميق، تمشيت في وسط غابة، في وسط حديقة، للأسف يعني ما في منه هذا الكلام. عشان هيك احنا 80-70% من اغلب الناس وعامة الناس دائما بيجوا بيشتكوا من توتر، من قلق، من اكتئاب، من وما اكثرها هذه الشكاوى اخواننا الافاضل، يعني في على المنتديات وعلى السوشيال ميديا. يعني كثير من يراسلني في مواضيع انه انا عندي قلق 24 ساعه، عندي حزن، عندي اكتئاب، عندي توتر، مش قادر اتخلص منه. فهي نحن بنذكر الاسباب اخواننا الافاضل وتقنيه تعالج هذه المواضيع ان شاء الله تعالى، وتستفيدوا من هذه المواضيع. طيب أيضا إخواني الأفاضل، أنه أنت تستمع مثلا لشيء أنت بتحبه، مثل موسيقى هادئة، مثل القرآن، تستمع للقرآن. يعني طبعا ما أجمل أنه أنت تستمع للقرآن الكريم، يعني هذا أجمل شيء، يعني يريح النفس والأعصاب، بيجعلك مسترخي، ريلاكس، يعني خاصة عند وقت النوم أو عند لما يكون في عندك ملل، يكون اكتئاب، وهذا أيضا يا أخي الفاضل يعني يريح النفس، يريح الأعصاب، تمام؟ هذه برضو مهمة جدا إخواني الأفاضل. أيضا خلينا نتكلم عن أيضا، يعني أنا ما بعرف إذا كل التقنيات أنا تكلمت عنها، أيضا تقنية إخواننا الأفاضل، تمام،
تفكير إيجابي رائع سامو. يعني إحنا دائما فضائنا واتساب جروب بنتكلم فيه، ودائما قناتنا، ودائما السوشيال ميديا، إنه إحنا أصحاب تفكير إيجابي ورسالتنا إيجابية. وأنا دائما بحكي وبزيد وبكرر إنه دائما الشخص الإيجابي السبل مفتوحة له، كل الطرق متاحة له، كل الخيارات يعني مسهلة له. ليش؟ لأنه دائما هو تفكيره إيجابي، إنسان إيجابي، ما يصدر عنه إيجابي، فبالتالي هو يعني دائما في كل منطلقاته، أحداثه، أفكاره، دائما حتى السبل يا جماعة تتاح له. يعني حتى هو شو بفكر، دائما الأفكار اللي هو بفكر فيها دائما الأحداث بتساعده، دائما الأفعال والأحداث يعني تتسهل، ودائما تأتي له يعني بكل يعني ما في صعوبة، ما بوجد صعوبة في الأحداث اللي هو بيخطط لها. ليش؟ لأنه إنسان إيجابي، بينظر نظرة إيجابية للأمور وللأحداث، وبالتالي كل الأمور دائما مسهلة له يعني بشكل كبير. شكرا جزيلا يا سامو. طيب، موضوع إخواننا الأفاضل أيضا إحنا دائما بنتكلم فيه، وهو موضوع تطوير الذات. أنا ما بدي أطول في هذا اللايف، موضوع إنه دائما نحرص على إنه نطور ذواتنا إخواننا الأفاضل. موضوع تطوير الذات مهم جدا، وأنا دائما عندي لايفات يعني سلسلة خاصة بتطوير الذات، إنه دائما الإنسان اللي بيكتسب المعرفة بطور مهاراته وبيشتغل عليها وبطور من خصائصه وصفاته وبحسن دائما من نفسه، هذا يا جماعة بيساعد على أنه يكون أيضا في استقرار وسلام داخل. ليش؟ لأنه أنا لما بنظر إلى نفسي أنه دائما برتقي بالمعرفة وبالعلم، وبرتقي بتطوير مهاراتي، ودائما بكتسب بالإشي الجديد، وبتابع دائما وبحسن من نفسي، يعني اعتمد 1% ولو من التحسين اليومي، مبدأ 1% أنا بسميه قانون، 100% اخوانا فاضل، لو قانون 1% انه انت دائما تحسن نفسك يوم عن يوم، بس 1% يا جماعة في مجالات الحياة المختلفة انت بتصل لافضل نسخة منك، تمام؟ هذا بيعطيك شعور بالارتقاء بذاتك، بتقدير ذاتك، انه انت انسان يعني غير عن الناس، انه انت دائما انسان يعني بتحترم ذاتك. حتى اخواني الافاضل لما انت يصير عندك يعني مستوى عالي من المهارة والمعرفة ودائما الخبرة في مجال معين او في مجالات معينة، دائما بتلاقي انت محط انظار للجميع، يعني الجميع دائما يتجه اليك لكي يسألوك، يستفسر منك، يستعينوا بك. ليش؟ لأنه أنت صرت يعني أو أصبحت يعني محط احترام منهم، محط تقدير، مستوى عالي من المهارة والثقة والعلم والمعرفة، بالتالي الناس هتستعين فيك، تمام؟ وهذا بيعطيك أيضا بنوع من الثقة في داخلك ومن السلام والرضا، أنه أنت يعني إنسان أصبحت يعني محط احترام، محط تقدير، يعني درجة معينة من العلم والمعرفة. هذا يعني بيساهم أيضا أيضاً في أنه أنت يصير لديك سلام داخل. وهذا حكيناه يا أخوان الفضل أحد أهداف تطوير الذات، أنه أنت يصبح لديك رضا وقبول عن نفسك وعن ذاتك، وتصبح واثق فيها أيضاً إخواني الأفاضل. طيب، أكيد أكيد يا سامو، يعني أشكرك على مشاركاتك وعلى يعني تعليقاتك. أيضاً يا جماعة نحرص على البساطة في العيش، خليك بسيط يا اخي في المعيشه. يعني والله يا جماعه يعني كثير انا كنت يعني اعقد في الامور، يعني احاول انظم الامور بشكل كبير، يعني دائما مثلا مهمه معينه احط لها عده خطوات من التنظيم. بالتالي هذا يا جماعه هو صح، يعني هو نوع من التخطيط، ولكن قد تبالغ في هذا التخطيط. لا، يعني بسط الامور، اعطي الامور يعني بساطه في تنفيذها، في تخطيطها، وما تحاول تعقد دائما الامور والتفصيلات اخواني الافاضل. يعني وهذا مبدا كثير يعني بيعيشه كثير من الناس الناجحين، انه مبدا البساطه. يعني تجد انه اغنى اغنياء الناس واصحاب يعني القمم والناجحين، انه بتلاقي لبسه بسيط كل يوم، يعني بيلبس لبس بسيط، ما بتكلف في لبسه، ما بيحاول يعيش الهاي كلاس على الاخر. يعني فهو يعني حتى بتلاقي احيانا عندهم بيمتلكوا سيارات عاديه، بيمتلكوا مثلا منازل عاديه. فبالتالي هذا يا اخوان الكرام البساطه مهمه جدا، انه يكون في سلام داخلي في نفسك. يعني حتى كثير من الناس انا قرات عنهم انه في لبسه، او لما بيعمل شوبينج، او لما بده يلبس، يعني بيقضي وقت طويل جدا في الملابس او نوع الملابس اللي بيختارها، للاسف بيقضي وقت طويل، ويعني احيانا يصيبه الهم، وممكن يعني يكون لديه يهكل الهم بسبب انه شو بده يلبس، كيف بده يظهر، و الى اخره. لا اخي الكريم، خليك بسيط،
تمام. وهذا ليش؟ لأنه من شأنه أنه أيضا يعطيك رضا وقبول عن ذاتك، وأنه يعني أنت تكون راضي عن الذات بهذه بالبساطة اللي أنت بتعيشها. خليك بسيط، البساطة هي أقرب إلى السعادة إخواني. الله فاضل. تمام. ما بعرف أنا هيك تقريبا أجملت كل النقاط إخوانا فاضل. أيضا خلينا نتكلم عن شغلتين مهمين جدا، أنه دائما أخي الفاضل اشتغل بالأمور اللي بتسبب لك السعادة. تمام. هناك جلسة تفكير والترتيب والتدريب كبير. طبعا أخت سامة. هناك أيضا أخوي الأفاضل، حاول أنه أنت دائما يعني تتجه الفعل الأمور اللي بتسبب لك السعادة. يعني للأسف يعني كثير من الأشخاص أخوان الأفاضل يعني بروح بينتقي الأشياء اللي يعني تغضبه، تحزنه، توتره، تعمل له قلق، وأحيانا حتى يبذل جهد في فعل الأشياء اللي بتوتره أو تعمل له قلق. يا أخي يعني سد هذا الباب عليك، ليش أنت يعني تسبب لنفسك القلق والتوتر بدون داعي؟ يعني دائما ركز، يعني شو الشيء اللي أنت بتركز عليه بيحصل لك يا أخي الفاضل. ركز على الأشياء اللي بتسبب لك السعادة، تمام، حتلاقي السعادة بين إيديك. هذا مهم جدا، مبدأ أساسي في العيش برضا وسلام داخلي، إنه دائما تركز على الأمور اللي بتسبب لك السعادة يا أخواني الأفاضل. أيضا خليني أحكي لكم شغلة مهمة جدا، خلي أيضا عينك على الخطة. لازم يكون لك خطة أخي الكريم لحياتك، لأهدافك، خطة لأنك تقضي وقتك فيها. ما بنفع تقضي وقتك أي كلام، لازم يكون عندك أيضا أنه تقضي وقتك في أشياء مفيدة نافعة، تطور من ذاتك، تطور من قيمتك، تقدم للناس قيمة. وخلي مبدأ العطاء لديك إخواني الفاضل، مبدأ العطاء مهم جدا، فعل الخير. ليش؟ لأنه هذا سمة يعني الكرماء، سمة يعني أصحاب العقل الكامل. يعني دائما أحد الكتاب بيتكلم أنه دائما صفة الكرماء وصفة العظماء والناجحين أنهم دائما أهل العطاء ورمز للعطاء، ما بيبخلوا. دائما خليك معطاء، خليك دائما داعم للناس، خليك دائما يعني سبب في نجاح الآخرين، خليك دائما أعجب بنجاحات الآخرين. ليش أخوة الله فاضل؟ لأنه أنت قديش أنت بتعطي قديش الدنيا بتعطيك. يعني خلينا نقول انه ربنا عز وجل يهيئ لك الاسباب والظروف انه انت تتوفق في الحاجات والعطايا اللي انت بتعطيها. فقديش انت بتعطي قديش حتاخذ اخواننا الافاضل. وهذا مبدا حتى اساسي لين لدى من مش لغير المسلمين. غير المسلمين يعني دائما بيحكوا انه عقد انت ما بتعطي الدنيا، الدنيا تعطيك، او الطبيعه يعني بسموها الطبيعه ترد لك من المعروف. فاحنا اولى كمسلمين انه احنا يعني دائما ارمي الخير، ارمي دائما اعمل الخير وارمي في البحر. هذا يعني مثل عندنا شيء شعبي، وان شاء الله حتى لو لم تكافئ في الدنيا فاجرك عظيم عند الله عز وجل. هيك انا حنهي اللايف، بتمنى انه يكون هذا اللايف القصير يعني جيد ورائع لزرع الطمأنينة والسكينة والسلام الداخلي في نفوسنا، وانه دائما نرضى عن نفوسنا اخواننا فاضل، وعن حياتنا، معيشتنا، عن وظيفتنا، عن رزقنا، لكن دائما نسعى دائما إلى الطموح وإلى الأعلى، وأنه نكسب دائما المعرفة من أجل التطور والارتقاء بذواتنا. بشوفكم على خير بإذن الله تعالى. بتمنى من يشاهد هذا الفيديو طبعا يشاركه لغيره من الناس إخواني الأفاضل. طبعا هذا على الفيس موجود، صفحة على الفيس يشاركه ويشترك في قناتنا. العفو أخت سامو، وأنا بشكرك على مشاهدة هذا اللايف وتشجيعك ودعمنا دائما. أنت يعني ما شاء الله عليك، تحية بوجهها كبيرة لإلك. يعني أنهي حديثي بقول الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وما تنسوا الاشتراك في قناتي 10 minutes على اليوتيوب، هناك الحلقات والبرامج المجانية والكورسات إن شاء الله حتفيدكم في تطوير ذواتكم وأعمالكم. أشوفكم على خير في لايف قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.